يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ يا رب تكونوا رايقين وفايقين. النهارده هنتكلم عن التنفس في البحر المفتوح. التنفس في البحر المفتوح مختلف شويه عن التنفس في البسين لاسباب كتيره، منهم السلامه. مثلا الطريقه اللي انا بتنفس بيها دلوقتي دي خاصه بالمياه المفتوحه، السباقات الطويله اللي بتكون في البحر، او لو انت كمان بتتمرن في البحر يا ريت تستخدم الطريقه دي لاسباب منها سلامتك، لأن أنت ممكن تكون مندمج في التمرين وتلاقي نفسك بعدت جدا عن المكان، أو ممكن لو أنت في بحر ممكن تخبط في حد أو حاجة. ولو أنت في سباق تراياثلون أو سباق مياه مفتوحة مهم جدا تبص قدامك عشان تشوف البويز فين، أو تعرف تلف منين لو في تراك معين في البسين، كمان عشان ما تخبطش في حد، أو لو في مثلا مركب أو حاجة ما تخبطش فيها. فخلينا نتكلم عن الطرق اللي ممكن نتنفس بيها في المية. أنا مقتنع تماما إن أي طريقة هي صحيحة للتنفس، الهدف من تمرين السباحة في مرحلة إنك تخش في مرحلة التحمل، أو يبقى عندك تحمل في السباحة، إنك ما توقفش. فأي طريقة مهما كانت لو أنت ما بتوقفش فهي طريقة تنفس صحيحة. خلينا نتفرج الأول على الطريقة الأولى، وهي هتكون إننا هنعمل كاتش يمين وكاتش شمال، ونخلي إيدينا قدام ونطلع راسنا ناخد هوا وننزل. الطريقة دي صحيحة مادام هي بتمشيني، ومادام هي مش مجهدة، ومادام بالنسبة لي فعالة، فإتس أوكي. لأن في ناس كتير بتقولي أنا مش بعرف أعمل التكنيك الصحيح للتنفس، فردي بيكون ان انت ما تعملوش، لان انت محتاج الاول يبقى عندك تحمل عضلي وتحمل في النفس عشان تعرف تعمله بشكل مستمر وتبقى مركز فايق، عضلاتك مش بتوجعك فانت هتعرف تعمل اي مهارة. فالمهارة دي انا بعمل كاتش يمين وكاتش شمال، وبخلي ايدي الاتنين قدام وبالراحة خالص باخد نفس وانزل تاني افضيه، اعمل كاتش يمين وشمال وهكذا. مدام بمشي، مدام بتمرن فوق ال10 دقايق، انا كده تمام. مش شرط اعمل النفس صحيح ونص النضارة في المية، ده مش منطقي في الاول. اعمل النوع ده لو مريح بالنسبة لك لحد ما تحس ان انت ممكن تعمل حاجة تانية. دي اول طريقة للنفس في السباحة او في البحر او لو انت بتتمرن. يعني مهم جدا تكون خرجت كل الهواء قبل ما تطلع تستنشق الشهيق بتاعك، يعني خلص كله عشان ما تاخدش وقت لما تطلع. المهارة التانية او الشكل التاني من التنفس انك تنام على ظهرك، سواء هتعمل 3 كاتشات او 4 كاتشات. لو تعبت نام على ظهرك، خد هواء وارجع تاني. شكل المهارات مش منطقي خالص، ولكن منطقي جدا انك ما توقفش. لو ده مريح ليك صدقني اعمله، عوم ولما تحتاج هوا لف لفة كاملة، خد هوا فيها وانزل تاني. طبعا لو انت عندك اي حاجة اضافية او اي افتكاسة جديدة اعملها، الهدف زي ما قلنا انك ما توقفش الحركة او ما توقفش التمرين عشان فيه اسلوب معين انت مش قادر تعمله، والاسلوب ده مش مطالب منك انك تعمله بالشكل الصحيح. يعني لان في مهارات زي ما قلنا قبل كده ما بتجيش الا لما يكون عندك تحمل اوريدي. انت مش تعرف تتمرن 10 دقايق وانت كل 30 ثانية و20 ثانية بتقف عشان النفس، عشان بتاخد هوا فالهوا بيخش في بقك، فده مش مطلوب منك تماما. اعمل افتكس اي حركة جديدة بحيث انك تفضل تتمرن. الشكل الثالث معانا وهي سباحة المصيف. انت بتشوف ناس في المصيف بيعوموا وراسهم فوق، بنتريق عليهم كلنا، ولكن هو لو حط وشه في المية ولما احتاج نفس عام عمت المصيف فهو كده مش هيقف، والموضوع بالنسبة له هيكون اريح. خلينا يا جماعة نتكلم بشكل منطقي شوية. سيبك من شكلك قدام الناس، وانت كده كده اوريدي شكلك هيبقى قوي جدا، ولكن لازم تمر بستبس. مش لازم اول ما تنزل المية تعمل التكنيك كله صحيح، اعمل المريح بالنسبة لك، الفت بالنسبة لك اللي هيخليك تتمرن كده انت تمام، مش محتاج حاجة تانية. يعني
فهنحط وشنا في المايه ونعمل كاتش يمين او كاتش شمال، 3 كاتشات او كاتشين، ونعمل عومه المصيف، نطلع ناخد هواء ايا كان وننزل. حتى هتلاقوا كابتن احمد اللي بيصورني بيضحك عليا. مش مهم، بس انا تمام، الموضوع مريح ومريح لناس بيتمرنوا معايا والدنيا كويسه بيعوموا. واحده واحده هتبدا بقى، لو انت خلاص ده بقى بالنسبه لك مريح، نزل راسك شويه، حط شويه ميه، يعني خلي النضاره تنزل شويه تحت، خلي نص وشك في الميه، اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تكون مش عطلان على طريقه التنفس دي. الطريقه الاخيره وهي البروفيشنال في الاوبن ووتر، هي انك تعمل كاتش يمين، ولما تيجي تعمل كاتش شمال هتبص قدام وتنام بخدك على الميه وترجع راسك زي ما متعودين عادي. يعني هعمل كاتش يمين من غير نفس، والكاتش الشمال او الناحيه اللي بتريحك هتعمل فيها نفس، ولكن تطلع تبص فوق، مش لازم وشك كله يطلع بره الميه، ممكن تطلع النضارات بس بره الميه، وبعدين تنيم خدك على الميه، وبعدين تنزل راسك، وبعدين ترجع دراعك عادي زي ما انتوا شايفين كده. بشغل ايدي، انا ممكن حتى اعمل المهارة دي من غير ما انزل خدي تاني على المية، يعني ممكن اعمل كاتش يمين وانا بعمل الكاتش شمال اطلع راسي اخد هوا بشكل كامل وانزل راسي على طول، مش لازم الف راسي. انما لو انت في سباق ترياثلون او مية مفتوحة، من الافضل انك تبص بس بعينيك، طلع عينيك بس مش كل راسك، وتنام على خدك تاخد هوا وتنزل تاني، تعمل رجلين قوية، وهكذا وهكذا وهكذا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا اللي مضمونه انك عوم اللي بيريحك، سيبك من الكمال وسيبك من البرفكشنزم اللي احنا عايشين فيه ده، وعوم المريح بالنسبة لك. واحدة واحدة هتوصل، هتوصل انك تعوم بشكل كامل، وهتوصل انك تعوم زي مايكل فيليبس، وهتكسر الدنيا صدقني. بس ابدأ واحدة واحدة بالاشكال اللي انا وريتها لك دي، ممكن تخترع حاجة مريحة بالنسبة لك، ممكن تسيبك من كل ده وتلبس سنوركل، بس اهم حاجة انك تعوم فوق 5 أو 10 دقايق بشكل مستمر، ده اللي هيحسن لك سباحتك. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا.